السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة حلقتنا إن شاء الله تكون بسيطة ومختصرة، مش هناخد فيها وقت. هنناقش فيها النهاردة إن شاء الله عز وجل The Subject Pronouns. هنحاول نزيل بعض اللبس المتعلق بمعاني الضمائر واستخداماتها. النهاردة إن شاء الله عز وجل هنتكلم عن Subject Pronouns. Subject Pronouns اللي هي الضمائر الفاعل، وزي ما بنقول الجمل الإنجليزية عموما اللي هي sentences أو statements لازم تبدأ بسبجكت، لازم يكون بدايتها فاعل، عكس اللغة العربية. احنا ممكن نبدأ اللغة العربية بفعل، لا، اللغة الإنجليزية عشان في حاجة اسمها subject verb agreement، يعني اتساق الفعل مع الفعل، فاحنا بدايتنا بنبدأ بالإيه؟ بالفعل. هنناقش النهاردة subject pronouns، وهنبدأ بالسبجكت بروناونز عشان الضمائر في عمومها أشمل من الأسماء. يعني أنا ممكن أقول مكان هي أي اسم مذكر، راجل أو ولد أو صبي أو غيره. طيب نشوف كده سبجكت بروناونز ونناقش بعض الملحوظات المهمة فيما يتعلق بذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما احنا شايفين subject pronouns يعني ضمائر الفاعل، ما ننساش اللي بتبدأ بيها الايه؟ الجملة. طبعا هنا ليها تقسيم ممكن في بعض الناس تعرفه وبعض الناس ما تعرفوش. هنشتغل الاول على I بمعنى انا. طبعا الجمع بتاع I هو we، نحن. دول كده بيسموهم first person اللي هو المتكلم، يعني first person. طيب جميل، نتكلم عن الجزئية الثانية. بهنا عندنا first person اللي هو I، we، I يعني أنا، we يعني إيه؟ نحن. طيب you، ويو هياخد مساحة معانا هنا. ليه؟ لأن يو ده احنا بنقول four in one، يعني أربعة في واحد. يو بمعنى أنت مفرد مذكر، يو بمعنى أنت مفرد مؤنث، يو بمعنى أنتم جمع مذكر، يو بمعنى أنتن جمع مؤنث. يعني ضمير ليه أربع معاني، لو بيسموه second person. اللي هو ايه؟ الضمير يو. يبقى في عندنا هنا first person اللي هو المتكلم، ده second person اللي هو يو، وزي ما قلنا يو معناها انت او انت، انتم او انتن، مفرد جمع مذكر مؤنث. طيب جميل، نيجي بقى لضمائر اللي هي third person اللي بيسموها اللي هو المخاطب، او بيسموها ضمائر الغائب. هنقول هنا هي، شي، اند، ات. طبعا الجمع بتاع التلاتة دول ايه؟ they. يبقى هي هنا مفرد مذكر معناها هو، شي مفرد مؤنث معناها هي، ات مفرد مع غير العاقل سواء كان مذكر او مؤنث، جماد او حيوان. لغاية كده الكلام جميل. في بعض الملحوظات ناخد بالنا منها كويس جدا، ومنها لو قلت I and عمر، يعني أنا وعمر، معناها it equals we. I and عمر معناها we، يعني أنا وعمر يعني نحن. You and أحمد معناها
يعني أنت وأحمد معناها أنتم. طبعا هنا لو حطينا اسم مذكر أو مؤنث برضو إيه المعنى يحتمل الاثنين، سواء كان اسم ولد أو بنت. طيب هنقول هنا إن كل أسماء الجمع سواء قلت boys girls chairs cats دي كلها كده سواء كان عاقل أو غير عاقل، مؤنث أو مذكر، نستبدلها بالضمير they. يعني كل دول كده معناهم إيه؟ معناهم they. نرجع نوضح النقطة دي تاني من الأول. اتكلمنا عن subject pronouns اللي هي ضمائر الفاعل، دي كده ضمائر الفاعل، وزي ما قلنا الجملة الإنجليزية دايما تبدأ بالإيه؟ بالفاعل، فعل سواء كان اسم أو ضمير. وقلنا هنبدأ بالضمائر لأن الضمائر أشمل من الأسماء، وقسمنا الضمائر لـ 3 groups اللي هي first person، وفي عندنا second person، وفي عندنا third person. first person اللي هي I and we. I الجمع بتاعها إيه؟ we، أنا نحن. لغاية كده الكلام بسيط وسهل. طيب second person you، والضمير يو ده قلنا ليه حكاية ان هو اربعة في واحد، يعني يو معناها انت، يو معناها انتي، يو معناها انتم، يو معناها ايه؟ انتن. يعني مفرد مذكر، مفرد مؤنث، جمع مذكر، جمع مؤنث. اتكلمنا عن third group اللي هي المجموعة التالتة اللي هي برضو من ضمائر الفاعل، وقلنا معها هي معناها هو للمذكر المفرد، شي معناها هي للمؤنث المفرد، ات طبعا غير عاقل جماد او حيوان. الجمع بتاع التلاتة دول كده مع بعض they، يعني الجمع بتاع ات شي هي الجمع بتاعهم they. وقلنا بعض الملحوظات المهمة ناخد بالنا منها، ان اي ضمير اي لو جاء بعد اي اسم معناها وي، يو بلس ناون معناها يو، كل اسماء الجمع مش هقولها كل بقى، هي معظم اسماء الجمع بنستعيد عنها بالضمير ذي. ده بكده النهاردة ان شاء الله عز وجل نكون اتكلمنا فقط عن معنى معنى ضمائر الفاعل وليس استخدامها. بأمر الله عز وجل الحلقة القادمة هنستعرض فيها بشكل كامل بالجزء ده من فاعل الجملة في اللغة الإنجليزية مع verb to be، واستخدامه ازاي في السؤال، استخدامه ازاي في النفي، وازاي أكون جمل. نتلقى إن شاء الله عز وجل في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.